النهارده العالم بيحتفل بالشوكولاته، اليوم العالمي للشوكولاته النهارده. يعني كل الناس بتحب الشوكولاته، الكبير والصغير بيحب الشوكولاته، الناس مودها يتغير شويه، تقول لك لما اكل شوكولاته علشان بتحسسني بالسعاده وبتغير مودي. هل ده حاجه علميه؟ يعني هل موضوع انه ناكل شوكولاته ده يغير مودنا باي نوع من انواع الشوكولاته؟ طب هل الناس بقى اللي الموضوع بيتحول معاها لحاله يعني من مش عايزه اقول ادمان، بس يعني افراط في اكل الشوكولاته طول الوقت، الصبح وبالليل واي وقت هو عايز ياكل شوكولاته، وده يمكن حتى بيحصل في الاطفال الصغيرين. احنا يعني بنكلم حضراتكم عن اليوم العالمي للشوكولاته وازاي الناس ممكن يعني تتناول الشوكولاته في اي حد، يعني نقدر ناكل منها لحد فين، لانه كل الناس بتحب الشوكولاته بكل انواعها، الشوكولاته البيضاء اللي يمكن حتى ما فيهاش كاكاو الناس بتحبها وبنسميها شوكولاته، واعتقد انه ده حاجة غريبة يعني. وكل أنواعها بقى، يمكن الناس اللي بتحاول تحافظ على غذاء صحي بتتناول الشوكولاتة الداكنة شوية اللي بتبقى فيها يعني فيهاش بقى مكسرات وما فيهاش حليب كتير. نرجع لدكتور منال، حضرتك معانا دكتور منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء. يا دكتور حضرتك تسمعينا دلوقتي؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذه هدير، مساء النور على حضرتك وعلى الساده مشاهدي القناه الاولى. هل تناول الشوكولاته يا دكتور ليه علاقه بتغيير المزاج العام؟ ولو الناس حست شويه ان مودها مش قد كده، على طول حضرتك اكيد بتسمعي ياكلوا شوكولاته، هل ده حقيقه علميه؟ ده حقيقي، الشوكولاته واحده من احلى والذ واشهى الاطعمه المتداوله حول العالم، وبتعتبر من اغذيه السعاده لانها بتحتوي على ماده التريبتوفان. ماده التريبتوفان بتزود شعورنا بالسعاده، بتقاوم الاكتئاب، بتخلي المود حلو وظريف. والشوكولاته ليها فوائد عديده اخرى، واحنا لما بنقول الشوكولاته الصحيه بنتكلم عن الشوكولاته الدارك اللي نسبه الكاكاو فيها بتتجاوز بالظبط كده نسبه الكاكاو الخام فيها بتتجاوز 70%. بيتميز هذا النوع من الشوكولاته ان نسبه السكر فيه بتكون قليله، نسبه الدهون فيه بتكون اقل، فبالتالي جسم الانسان بيعرف يستفاد من الفوائد، زي انها بتقلل نسبة الكوليسترول الضار، بترفع من نسبة الكوليسترول المفيد في صحتنا، بتنظم مستوى السكر في الدم، غنية بمضادات الأكسدة اللي ليها دور كبير جدا في مكافحة الخلايا السرطانية. يعني يا دكتور منال المفروض كده مرضى القلب والضغط ما ياكلوش غير شوكولاتة داكنة؟ يكونوا حريصين ان هي موجوده في نظامهم اليومي، يعني مثلا مكعبين من الشوكولاته الداكنه يوميا بما يوازي 20 جرام شوكولاته يوميا، ده بيكون شيء امن وشيء صحي. وبالنسبه كمان لطلاب الثانويه العامه، انا بنصحهم ان هم ياخدوا مكعبين شوكولاته قبل دخول الامتحان، ده هيزود التركيز. أيوة لان الشوكولاته عظيم، ياكلوا شوكولاته قبل الامتحان، لكن انا عايزه اقول لك انه مش كل الناس بتاكل الشوكولاته الداكنه او بتستحمل طعمها، وناس كتير مش بتاكلها. طب الشوكولاته الثانيه اللي فيها حليب ومكسرات والشوكولاته البيضه نقدر ناخد منها، ولكن نقلل من الكميات المتناوله منها لان فيها نسبه سكر عاليه، السكر العالي ده بيدينا سعرات حراريه عاليه وبيزود الوزن. بار شوكولاته واحد يعني يا دكتور يكفي في اليوم؟ لا، نخليه نص بار شوكولاته، من الشوكولاته اللي هي الحليب وفيها السكر، الشوكولاته المتداوله العاديه. بالنسبه للشوكولاته البيضاء، هي من ليها عشاقها بالملايين حول العالم، ولكن منظمه الاغذيه والزراعه الفاو ما بتصنفهاش من الشوكولاته لانها أصلاً لا تحتوي على الكاكاو، هي بتحتوي على زبدة الكاكاو وبعض الإضافات الأخرى اللي بتخليها تدينا نفس الشعور عند تناول الشوكولاتة الدارك أو الشوكولاتة العادية. اللي كتير من السادة المشاهدين ما يعرفوش إن الكاكاو، طبعا الشوكولاتة بتتعمل من أشجار الكاكاو، ثمار أشجار الكاكاو. الكاكاو مصنف من الخضروات، يعني بيتبع نفس العائلة اللي بتنتمي ليها البامية اللي هي مالفيسيا. كده الناس هتاكل الشوكولاته يا دكتور وتقولك ده خضار ويعني هيزودوا منها. عايزه اقول لحضرتك طبعا هي صنفت كده لارتفاع من مضادات الاكسده اللي فيها والفوائد العديده، وكمان بتحتوي على الزنك والسيلينيوم اللي بيقوي المناعه، والزنك والسيلينيوم من الحاجات الهامه جدا للمناعه، ولكن لا افراط ولا تفريط. مش معنى ان هي مفيده وصحيه ان احنا نكثر من التناول. عايزه اقول برضو ان فيها بعض المواد
زي ماده إثروبرومين اللي بتعادل الكافيين تقريبا. فهذه الماده برضو نخلي بالنا منها، هي بتنشط الدوره الدمويه وبتدي شعور باليقظه والانتباه والحاجات الجميله دي. وده يقول ان احنا ما ناكلهاش بالليل علشان التسوس وعلشان الكافيين اللي موجود فيه. ده حقيقي. وكمان بعض كبار السن بيتعارض الكافيين مع الادويه، فنخلي بالنا من الحاجات دي بالنسبه دي. للشاي والقهوه والحاجات اللي بتحتوي على الكافيين والمشروبات الغازيه قد تتعارض مع بعض الادويه المتناوله. فهي الشوكولاته الدارك او الشوكولاته بشكل عام هي حاجه مفيده، ولكن بندعو الناس انها تجرب ولا تفريط. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منال عز الدين الباحثه بمعهد تكنولوجيا الغذاء، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.